تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين أهلا بك ومرحبا. السيد بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد على سلاسة هذه العملية، عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية، بعد ساعتين أو أكثر من ساعتين من حديث السيد بوعسكر. ماذا عن آخر المستجدات وسير هذه العملية؟ نعم، آخر المستجدات تتعلق بتحديث الأرقام فيما يتعلق بعدد الناخبين المشاركين في هذا الاقتراع. نذكر أنه اقتراع في الداخل، داخل تونس، وفي هذه اللحظات تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديث أرقامها وتحديث معطياتها بشأن نسب المشاركة في يوم الاقتراع. بعد قليل ستلتئم ندوة صحفية لهيئة الانتخابات في هذا المكان تحديدا، ورائي هنا المركز الإعلامي، أين ستلتئم الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات وستعلن عن الأرقام الجديدة. لكن يعني في بقية المستجدات، فيما لدينا مستجدات تتعلق بالتجاوزات التي ارتكبت اليوم في يوم الاقتراع، وقد رصدتها عدد من المنظمات التونسية التي تراقب ما تعنى الشأن الانتخابي، وهذه المنظمات اعتادت على مراقبة المسارات الانتخابية منذ العام 2011. هذه المنظمات رصدت خروقات وتجاوزات تتعلق بتوزيع أموال في محيط مراكز الانتخابات، مراكز الاقتراع، للتأثير على الناخبين ويعني لتغيير تصويتهم بشأن مرشحين معينين. هناك أيضا يعني نقل جماعي لمرشحين إلى مراكز الاقتراع، وأيضا لاحظ المراقبون أن هناك مرشحون يعني يتجولون في محيط المراكز الاقتراع أو داخل مراكز الاقتراع، والتابعون والمراقبون التابعون المرشحين أيضا يعني يتواصلون مع الناخبين ويحاولون التأثير عليهم.